النجم كابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الاهلي الاسبق ومحلل البريمو. كابتن مجدي برحب بيك. اهلا بيك يا اسلام، ازيك؟ كابتن مجدي، يعني طبعا عندنا طبعا مباراه الزمالك وبيراميدز اللي خلصت من شويه، وبالتالي يهمني جدا ان انا اخد راي حضرتك لو تابعت المباراه انا اتفرجت في الحقيقه على الماتش. طبعا عايز اقول ان الزمالك النهارده لعب مباراه هايله جدا. قدر يعني كالتيرون قدر ان هو الى حد ما يوقف مفاتيح لعب فريق بيراميدز. عبد الله السعيد غياب وفارق جدا 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 مع فريق نادي بيراميدز النهارده. ما فيش العقل المفكر او الكابتن بتاع الفرقه. يعني نادي الزمالك قدر يستغل الفرص اللي جات له وجاب هدفين. نادي بيراميدز جات له ضربه جزاء، اعتقد انها لو جت كان ممكن انها ممكن يعني تغير من شكل المباراه، او تغير من شكل المباراه او من معنويات اللعيبه داخل طيب الملعب. هل انت مقتنع بالبينالتي ديت؟ علشان يعني كان في جدال كبير يعني في الكواليس عندنا، هنعرضها كمان شويه. ما بيني وبين كابتن رضا، يعني كابتن رضا كان شايف ان هي ضربه جزاء، انا كنت شايف ان هي مش ضربه جزاء. انت حضرتك كنت شايفها فعلا ان هي ضربه جزاء؟ هي بص هي تدي كده وتدي كده. انما طبعا في النهايه بيبقى هو قرار الحكم هو في لعب في حق، يعني في العاب معينه ممكن يتحط الرجل وهو بيشيل الرجل يتشنكل اللعيب. فهنا بقى بتبقى لتقدير الحكم وتقدير الفار وتقدير الراجل اللي قاعد على الفار وتقدير الحكم وهو بيتفرج، هل هو بيشيل رجله دي معناها ان هو شنكله، ولا هل هو بيشيل رجله دي ده اصطدام عفوي؟ لكن على اي حال مش قضيه هي بنالتي ولا غير بنالتي، فهي قضيه انها اصلا ما دخلتش، لم تفيد نادي بيراميدز وفرقت كتير. النهارده عبد الله السعيد ما بيلعبش، هو متخصص ضربات الجزاء. لو عبد الله السعيد موجود والكره دي جت جون وتعادل فريق بيراميدز، كان ممكن يرفع من روحه المعنويه، كان ممكن يقدر انه يهبط من روحه المعنويه لفريق نادي الزمالك ويقدر انه هو يتقدم، لكن طبعا ضيعها. بصرف النظر بقى، نادي الزمالك النهارده بيلعب النهارده اسمه راس حربه نادي الزمالك اسمه محمد مصطفى محمد النهارده بيلعب صح. النهارده بيتواجد صح. النهارده بيبذل مجهود. النهارده انا عايز مصطفى محمد على طول كده. على طول يبقى محطه، على طول يقدر ان هو يوقف الشباكين عنهم يتقدموا، على طول يبقى لما فرقته تحتاجه في الدفاع ياخد سبرنت قوي جدا يرجع يدافع. لازم مصطفى ما يبقاش المشكله ان فرقه نادي الزمالك تمشي على سطر وتسيب سطر. واحيانا بتسيب سطرين. فهي دي القضيه. نادي الزمالك مع الفرق الصغيره ما بيعرفش يكسبها، مع الفرق الكبيره بيعمل نتائج كويس. اللعيبه بتبقى مركزه، اللعيبه بتبقى مستعديه نفسيا كويس، اللعيبه بتبقى متمرنه قبل الماتشات القويه ديت كويس، فلياقتهم البدنيه بتبقى كويسه. قبل المباريات الثانيه دي الخفيفه واضح ان هم بيبقوا مستهترين بايه اللي هي يعني هو بيبقى استعداد نفسي يا كابتن. ما هو ده مهم جدا. مش من ده بقى ما يجيش من المدرب ولا من رئيس النادي ولا من المدير الكوره، من اللاعب نفسه. من اللاعب نفسه، الله ينور عليك. من اللعيب نفسه. اللعيب عايز ال 11 لعيب ولا ال 15 17 لعيب اللي بينزلوا في السكور يقعدوا مع بعض، عايزين ولا مش عايزين؟ هي دي القضيه. طيب